امتى؟ صباح الخير يا نورهان، وقولي لنا بالظبط. صباح الخير زملائي بالاستوديو، وصباح الخير مشاهدي صباح البلد في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه، وتحديدا مركز التنبؤات والانذار المبكر، مستمرين مع حضراتكم في متابعه الحاله الجويه ومستجدات الطقس وارتفاع درجات الحراره تحديدا بعد البدايه الرسميه لفصل الصيف الخميس الماضي. تفاصيل كتير هنعرفها عن الحاله الجويه لهذا الاسبوع مع دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. بنرحب بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه نورهان، واهلا بكل الساده المشاهدين. يعني في البدايه دكتور، الناس كل سنه وحضراتكم طيبين، الناس راجعه من اجازات عيد، عندنا اسبوع حافل الناس رجعت اشغالها، امتحانات ثانويه عامه، الناس حابين نعرف ايه الاحوال الجويه لهذا الاسبوع والايام القادمه، تحديدا ان بدانا خلاص ارتفاع درجات الحراره المستمر معانا. هو طبعا بالفعل وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، بدانا من بدايه هذا الاسبوع ارتفاع في قيم درجات الحراره عن الاسبوع الماضي بمعدل من درجتين لثلاث درجات، وكمان عن المعدلات الصيفية المعتادة بحوالي ثلاث إلى أربع درجات. إحنا على مدار هذا الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح من 38 إلى 39 درجة مئوية، بعض الأيام كمان ممكن توصل ل 40 درجة مئوية، فأنا عندي ارتفاع في نسب رطوبة على مدار هذا الأسبوع كله، يمكن لحد بداية الأسبوع اللي جاي مستمر معانا ارتفاع قيم درجات الحرارة، لأن إحنا خلاص بدأنا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وده منخفض جوي مع كتل هواء هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيرة من بخار المية، يعني ارتفاع في نسب الرطوبة. فأنا عندي على مدار هذا الأسبوع ارتفاع في قيم درجات الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة، ده بيخلي الطقس خلال فترة النهار إحساسي بيه شديد الحرارة الرطب، وخاصة في القاهرة الكبرى في محافظات الوجه البحري، كمان في محافظات شمال الصعيد. الأماكن الساحلية بتكون الأقل في قيم درجات الحرارة، بتتراوح ما بين 32 إلى 34 عظمى فترة النهار على مدار هذا الاسبوع، لكن طبعا الاعلى في نسب الرطوبه. القاهره الكبرى متوسط درجات حراره زي ما قلنا من 38 الى 40 درجه مئويه، محافظات الصعيد هتظل قيم درجات الحراره فيها من 44 الى 45 درجه مئويه. الارتفاع كمان موجود معانا فترات الليل، فترات الليل ايضا اجواءها مائله للحراره رطبه، لان الصغرى فتره الليل تتراوح من 26 الى 28 درجه مئويه. في بعض الايام وخاصه مع نهايات هذا الاسبوع هنلاحظ وجود نشاط للرياح في بعض الاماكن يساعد على تلطيف الاجواء بعض الشيء فترات المساء وساعات الليل، يقلل احساسي بنسب الرطوبه، لان نسب الرطوبه دي من اهم العوامل في فصل الصيف اللي بتخليني احس بارتفاع قيم درجات الحراره، لان قيمه درجه الحراره اللي انا قلتها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل، محسوسه اللي المواطن بيحسها نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو، بتبقى اعلى من القيم اللي احنا قلناها بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف نسب الرطوبه من محافظه لمحافظه. يعني احنا بنتكلم ان احنا من بدايه من هذا الاسبوع احنا معانا منخفض جوي مستمر معانا، الهند الموسمي زي ما حضرتك ذكرتي. لو نوضح لي السادة المشاهدين برضو، الكثير خلال الفصول السنة المتداولة بيكون هناك منخفضات جوي احنا بنتأثر بيها، او مرتفعات جوية بنتأثر بيها في الفصول المختلفة، فصل الصيف تحديدا احنا بنتأثر بكم منخفض جوي وبيبقوا مستمرين معانا على مدار شهور الصيف كاملة ولا لا؟ ولو نوضح ده برضو للسادة المشاهدين، معظم المنخفضات الجوية في الصيف تحديدا بتكون قادمة من شبه الجزيرة العربية، لو نشرح للساده المشاهدين على الخريطه برضو بتبقى ايه الاماكن المتاثره اكتر. بالفعل يمكن من ابرز التوزيعات الضغطيه اللي بتاثر علينا تحديدا في فصل الصيف، لان كل فصل بيبقى ليه توزيعات ضغطيه مختلفه بتاثر فيه، لكن في فصل الصيف ابرز التوزيعات الضغطيه هو منخفض الهند الموسمي، كل سنه بنسمع عنه بيبقى معاه ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. ممكن من خلال الخرائط التابعه للهيئه العامه للارصاد الجويه نوضح التوزيعات الضغطيه اللي بتاثر علينا خلال هذه الايام، ومنها منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي ده منخفض جوي بيكون مغطي مساحه كبيره جدا من ثلاث قارات، قاره اسيا ومناطق من اوروبا ومناطق كمان من افريقيا، وده منخفض كبير بيبدا معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتوصل درجات حرارتها ل 50 درجه مئويه في بعض الاماكن في دول الخليج. بمرور الكتل الهوائيه مع حركه المنخفض الجوي على البحر المتوسط تفقد جزء من قيم درجات حرارتها، فبتبدا قيم درجات الحراره تكون في منتصف الثلاثينات 36 37، لكن وهي بتمشي على البحر المتوسط بتمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. فعشان كده احنا بنقول
طول من ابرز التوزيعات الضغطيه في فصل الصيف هو منخفض الهند الموسمي اللي بيكون معاه ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. كمان ايضا في فصل الصيف احيانا بنتاثر بمرتفع العروض الوسطى او المرتفع الازوري، وده مرتفع جوي بيكون معاه كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا. الكتل دي بتكون اكثر اعتدالا واكثر لطفا من الكتل الهوائيه اللي بتبقى جايه مع منخفض الهند الموسمي. مش كل فصل الصيف طبعا منخفض الهند الموسمي، احيانا بيبقى مرتفع العروض الوسطى، بتكون الاجواء فيها معتدله، درجات الحراره ما بتبقاش فيها عاليه بالشكل الكبير، وطبعا على حسب التوزيعات الضغطيه كمان في طبقات الجو العليا ان كان منخفض جوي او مرتفع جوي، احيانا مع المرتفع الجوي درجات الحراره كمان بتزيد لانه بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس. كمان تعودنا في خلال السنوات الماضيه نبدا نتاثر بالكتل الهوائيه او بارتفاع الحزام المداري المسبب للامطار الموسميه والامطار الصيفيه في السودان واثيوبيا. الحزام المداري ده بدا يرتفع جنوب يعني ما موجود في شمال السودان، فبدا ياثر على بعض الاماكن الجنوبيه في جمهوريه مصر العربيه. هنلاقيها في شهر 7 وشهر 8 بدانا نشوف فرص امطار في فصل الصيف، ده ما كناش متعودين عليه، بس بسبب التغيرات المناخيه بدانا نتعود على الامطار الصيفيه في بعض المناطق الجنوبيه. نشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على كل هذه التفاصيل، بالتاكيد هنتابع مع حضراتكم على مدار الايام القادمه ومع الساده المشاهدين باستمرار حول مستجدات الاحوال الجويه من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه. شكرا لحضراتكم وعوده مره اخرى الى زملائي بالاستوديو.